بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، سنتناول اليوم اكتشاف جديد في القرآن العظيم يمثل معجزة لسيدنا المسيح عليه السلام، ويتعلق بالرقم 7 الذي هو أساس الإعجاز القرآني، معجزة ذكر اسم المسيح عيسى ابن مريم رسول الله في القرآن الكريم. كيف ذكر اسم المسيح في القرآن؟ طبعا المسيح اسمه المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هكذا سماه القرآن. هذا أبلغ رد على المشككين الذين ينتقدون القرآن العظيم، الذين يقولون إن القرآن كلام فارغ وكلام أساطير وكلام ألفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن النبي كان يعمل ضد المسيحيين، ويتهمون هذا النبي الكريم اتهامات باطلة، مع العلم أن النبي كرم المسيحيين واستقبلهم في مسجده وفد نصارى نجران، وأعطاهم حقوقهم كاملة وسمح لهم بحرية العبادة، ومنع هدم كنائسهم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم هدم الكنائس. طيب ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ النبي حرم الزنا لأنه يسبب أمراض طبية جنسية، منقولة جنسيا، وأمراض نفسية واجتماعية ومشاكل كثيرة، حرمه لأنه يريد لكم الخير. حرم الخمر لأنه يسبب على الأقل 7 أنواع من السرطان حسب المجلة الطبية البريطانية ومراكز أبحاث كثيرة درست علاقة الخمر بالسرطان. حرمه النبي لأنه يريد لك حياة طيبة. النبي أمرنا بالصيام لأن الصيام له فوائد عظيمة جدا. اقرأوا ماذا يقول علماء أمريكا عن الصيام. أمرنا بالتسامح والعفو، والعلماء أثبتوا فوائد كثيرة للتسامح في السعادة وإطالة العمر كما في بحث جامعة هارفارد. طيب ما الذي فعله هذا النبي الكريم لكم حتى تبادروه بالإساءة والسب والشتم؟ لماذا؟ يعني أنا لا أفهم إنسان يجلس وينتقد القرآن وحياته كلها فرغها لنقد القرآن والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا فعل لك النبي؟ أعطوني أمرا واحدا أمرنا به النبي فيه شر. اليوم نحن الآن في القرن 21، أعطوني أمرا واحدا أمرنا به النبي فيه شر. أمرنا بالصلاة لها فوائد كثيرة، أمرنا بالعفو والتسامح له فوائد، أمرنا بحسن الخلق، واعتبر أن أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة هم أحاسنهم أخلاقا، أمرنا بالصبر، أمرنا بإكرام الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، منع النميمة، منع التجسس، كل الصفات السيئة منعها، وكل الصفات التي فيها الخير أمرنا بها. طيب ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ إذن أحبتي في الله، سنرد الآن على هذه الإساءات بمعجزة يعني تم اكتشافها حديثا من القرآن العظيم، تتعلق فقط باسم المسيح واسم عيسى واسم مريم في القرآن العظيم. كيف ذكرت هذه الأسماء؟ وما علاقة الرقم 7 بهذا الموضوع؟ أول شيء أحبتي في الله، اسم المسيح تكرر في القرآن 11 مرة، واسم عيسى تكرر في القرآن 25 مرة، واسم مريم تكرر ذكر اسم مريم في القرآن 34 مرة، المجموع 70، 7 في 10. هذه أول يمكن أن تسميها مصادفة، لا مشكلة، ولكن دعونا نتابع ونكتشف هل هذه مصادفة أم أنها مقصودة، يعني هذه الأرقام مقصودة وجاءت بهذا الترتيب لحكمة الله يعلمها. أنا أود أن
أبحث في القرآن الكريم كم آية ذكرت هذه الأسماء الثلاثة، يعني اسم المسيح واسم عيسى واسم مريم. هذه أسماء مقدسة بالنسبة لنا نحن كمسلمين، ومن يسيء للمسيح نعتبره خرج من الإسلام، لأنك إذا كفرت بنبي من أنبياء الله كأنما كفرت بكل الأنبياء. لا نفرق بين أحد من رسله، لذلك لا نجد مسلما في الأرض اليوم، لدينا 2 مليار مسلم، ولا مسلم يظهر على الإنترنت ويسيء للمسيح. هل سألتم أيها الذين تدعون أنكم تنتسبون للمسيح عليه السلام، هل سألتم أنفسكم هذا السؤال؟ افتحوا الإنترنت اليوم تجدون المئات وربما الآلاف يعملون ليلا نهارا على الإساءة للنبي محمد، ولكن لا يوجد ولا مسلم واحد يسيء للمسيح. لماذا؟ إلا إذا كان ملحدا طبعا. المسلم من صلب عقيدته الإيمان بالمسيح. يعني إذا لم تؤمن بالمسيح، كفرت بالمسيح، فقد كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي حدثنا عن المسيح في القرآن، طبعا القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، ومن ينكر نبيا من الأنبياء كأنما أنكر القرآن. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا أعجبني كلام كاردينال تحدثنا عنه آنفا، كاردينال رئيس أساقفة واشنطن، وفي نهاية عمره صرح تصريحا جميلا جدا، قال إن النبي محمد هو نبي حقيقي واعترف به كنبي. طب لماذا لا نعترف كلنا بالأنبياء؟ يعني المحبة تأتي من هنا أيها الأحبة. الأسماء الثلاثة أيها الأحبة، اسم عيسى والمسيح ومريم، ذكرها الله في 42 آية 7-6. إذن الآيات 42 مضاعفات السبعة. هذه الآيات 42 نجدها في 14 سورة 7-2، وعدد كلمات هذه الآيات 42 التي ذكرت اسم المسيح واسم عيسى واسم مريم، عدد كلماتها 1211 يساوي 7-173، مضاعفات رقم 7، وعدد حروفها أيضا مضاعفات رقم 7، 4375 يساوي 7-25-25، والعدد 25 هنا ملفت للانتباه لأنه 25 مربع. ما هو 25؟ إنه عدد مرات ذكر اسم عيسى في القرآن. تمام؟ الآن دعوني أذهب لأتأكد من هذه النتيجة من برنامج إحصاء القرآن العظيم. نريد أن نتثبت ونتأكد، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. نحن لا نؤمن إيمان أعمى مثل بقية الديانات، لا، نتثبت ونؤمن بعقل. نبحث هنا أيها الأحبة، البرنامج وضعنا فيه البحث عن عبارات متعددة أو كلمات متعددة. نكتب هنا المسيح عليه السلام ونضغط انتر، ثم نكتب اسم عيسى، عيسى، واسم مريم. طبعا نحن هنا نستخدم الرسم الأول كما نرى، الرسم الأول حيث لا يوجد همزة، لا يوجد علامات تشكيل، لا يوجد، هكذا كتب المصحف أو القرآن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سأبحث الآن على هذه الأسماء الثلاثة، أينما وردت يأتينا بالآية، نقول له بحث. انظروا أيها الأحبة، النتائج 70، قلنا اسم المسيح 11 ومريم 34، المجموع كم؟ 45،
واسم عيسى 25 مجموع 70. إذا البرنامج أعطانا هنا 70. من أحب أن يتأكد برنامج موجود، وحتى تستطيع تحميل النص القرآني في البرنامج تستطيع أن تحمله على ملف وورد على جهازك أو ملف إكسل، وتتأكد أنه مطابق للقرآن الكريم، لكي يعني بعض الناس يشكك يقول لك ما الذي أدراني أن هذا النص صحيح. نحن عملنا أكثر من 10 سنوات على تدقيق هذا النص حرفا حرفا، حتى يعني كان مطابقا بنسبة 100% للمصحف، لمصحف المدينة المنورة برواية حفص عن عاصم. وطبعا نحن الآن نعمل على إضافة بقية الروايات لهذا البرنامج إن شاء الله، نرجو منكم الدعاء. إذن لدي 70 نتيجة، يعني اسم عيسى واسم مريم واسم المسيح، هذه الأسماء الثلاثة ذكرت 70 مرة، 7 في 10. عدد الآيات 42، يعني 7 في 6، مضاعفات العدد 7. وعدد السور 14، هذه هي من سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء وهكذا، آخر سورة هي التحريم، آخر سورة هي سورة التحريم. إذن من سورة البقرة أول سورة ذكر فيها إلى سورة التحريم عدد السور 14 سورة. إذا أحببتم يمكن أن نعد: البقرة، آل عمران، النساء 3، المائدة 4، الأنعام 5، التوبة 6، مريم 7، المؤمنون، الأحزاب، الشورى 10، الزخرف 11، الحديد 12، الصف 13، التحريم 14. إذن ذكرت هذه الأسماء الثلاثة في 14 سورة، 7 في 2، لاحظتم؟ عدد الكلمات هنا 1212. نستخدم الآلة الحاسبة لنرى كم أن هذا العدد يساوي. إذن هنا الكلمات أيها الأحبة 1211 تقسيم 7 يساوي 173. إذن أعطاني عدد صحيح. إذن هذا العدد هو من مضاعفات رقم 7. عدد الحروف الآن 4375، 4375 نقسمها على 7 يعطينا 625. تقسيم 25 يعطيني 25. إذن أيها الأحبة، عدد حروف هذه الآيات اللي هي 42 اللي ذكرت اسم عيسى ومريم والمسيح، عدد حروفها 7 في 25 في 25، والخمسة وعشرين هذه هي عدد مرات ذكر عيسى في القرآن، 25 مرة. طيب ما هذه المصادفة أيها الأحبة؟ يعني انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل كلمة المسيح وكلمة مريم وكلمة عيسى، هذه الكلمات الأساسية الثلاثة لا يوجد غيرها التي تخص المسيحيين أو النصارى، تكررت هذه الكلمات أو الأسماء الثلاثة 70 مرة، 7 في 10، 7 في 10 مضاعفات 7. ولو قمنا بعد الآيات التي ذكرت فيها هذه الأسماء نجد 42 آية 7 في 6 مضاعفات 7. عدد السور 14، 7 في 2. عدد الكلمات مضاعفات 7، وعدد الحروف حروف الآيات يعني 42 مضاعفات 7. طيب يعني بالله عليكم ما هذه المصادفة التي تتكرر في تكرار الأسماء وعدد الآيات وعدد السور وعدد الكلمات وعدد الحروف؟ 5 معطيات كلها مضاعفات 7. العمل الذي خطر ببالي، قلت لماذا لا نبحث عن اسم المسيح أو حروف المسيح داخل هذه الآيات 42؟ يعني انظروا أيها الأحبة،
تكرار الحروف في الآيات 42 التي ذكرت المسيح، اسم المسيح واسم عيسى واسم مريم. حروف المسيح في هذه الآيات 42 مضاعفات السبعة، وحروف اسم عيسى مضاعفات السبعة، وحروف اسم مريم سبعة في سبعة في سبعة، ثلاث مرات تأكيد من الله سبحانه وتعالى. سبعة في سبعة في سبعة في أربعة، والعدد أربعة هو عدد حروف مريم، أربعة. طيب، دعوني نتأكد من هذه النتائج من خلال برنامج إحصاء القرآن العظيم. نحن الآن طبعا هنا أيها الأحبة لدينا 42 آية كما نرى. كل آية، مثلا هذه الآية، الآية الأولى وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الآية الثانية وما أوتي موسى وعيسى، الثالثة وآتينا عيسى ابن مريم البينات، أربعة وإني سميتها مريم، خمسة قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. طيب، ستة وإذ قالت الملائكة يا مريم، انظروا التكريم أيها الأحبة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني تكريم لهذه السيدة العظيمة، وهذا هو المنطق وهذا هو العلم. لماذا تسيئون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب النبي، حتى لو اعتبرنا جدلا أن هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، طيب يا أخي، إنسان يكرم أم نبيكم، يقول عنها مطهرة وأن الله اصطفاها على نساء العالمين، ليس على نساء عصرها، على نساء العالمين، طيب ألا يستحق هذا النبي التكريم؟ يعني واحد يمدحك ويمدح نبيك ويمدح أم نبيك ويبرئ أم هذا النبي التي اتهمها اليهود بالزنا والعياذ بالله، والتي شوهوا سمعتها. طيب إنسان يدافع عنكم تسيئون له؟ طيب ما هذا المنطق؟ يعني حتى لو اعتبرنا أن هذا كلام النبي ويدافع عن أمكم مريم، طيب تسيئون له؟ سبحان الله. الآية السابعة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، انظروا إلى هذا التكريم العظيم أيها الأحبة. الآية الثامنة أيهم يكفل مريم. الآية التاسعة إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. يا أخي، رجاء الإخوة الذين يدعون أنهم ينتسبون للمسيح والمسيح لا يرضى بما يقومون به من إساءات للقرآن وللنبي، هذا هو القرآن، انظروا ماذا يقول عن نبيكم، يسميه كلمة، كلمة من الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا كلامه لكان من الأجدر به أن يعطي هذه الصفة لنفسه، يقول أنا كلمة الله، أنا روح الله، لم يقل هذا ولا يستطيع أن يقول هذا، لأن القرآن كلام الله ليس كلام بشر. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، صفة عظيمة جدا، وجيها. طيب تسيئون له وهو يمدح المسيح عليه السلام وأنتم تدعون أنكم تحبون المسيح؟ يعني أنتم تسيئون للمسيح عندما تسيئون للنبي عليه الصلاة والسلام، على فكرة يعني لو كان لكم عقول تفكرون بها. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتباع عيسى كانوا مسلمين أيها الأحبة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، آية تطهير عيسى عليه السلام، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يمدحكم أنتم تقولون نحن أتباع المسيح، طيب هذه آية تمدحك أنت وأنت تسيء للنبي
وبظنك أن النبي يقول هذا الكلام، أن هذا كلام القرآن هو كلام النبي، طيب النبي يمدحك وأنت تسيء له. يا أخي هذه قمة الوقاحة أعتبرها، قلة سوء الأدب مع من يحسن إليك، مع من يمدحك وأنت تسيء له. أسوأ أنواع قلة الأدب أن إنسان يكرمك ويمدحك ويطهر نبيك ويرفعه إلى أعلى درجة ثم تشتمه وتقول عنه يعني هذا الكلام الذي يعني أستحي أن يخرج من فمي هذا الكلام البذيء الذي تقولونه على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هذه الآيات أيها الأحبة عددها 42 آية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وما أوتي موسى وعيسى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هؤلاء اليهود يقولون على مريم بهتانا عظيما، سماه القرآن بهتان عظيم. أنا قرأت الأناجيل الأربعة، تمنيت أن أجد آية واحدة فيها تطهير وتبرئة للسيدة مريم، آية واضحة بهذا الوضوح. هذه آية قوية جدا، سمى افتراء اليهود عليها بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. يا أخي كيف ترضى أن يقال إن نبيك قتل وتعرض للذل وتعرض للظلم؟ يعني شيء عجيب. نبي حتى لو اعتبرنا هذا كلام النبي، يقول لك نبيك أكرم من ذلك، المسيح عيسى ابن مريم هو رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يطهر ويرفع ويزكي هذا النبي الكريم. والله لو كان لكم عقول لاحترمتم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. على الأقل شخص يمدحك، يعني بادره بالمقابل، يعني على الأقل قل له شكرا، أقل شيء يعني. تشتمه وتسيء له، سبحان الله. هذه الآية رقم 15. الآية 16، طبعا لا أريد أن أقرأ الآيات، إنما هذه هي الآيات التي ذكر فيها اسم عيسى واسم مريم واسم المسيح. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. أيده بروح القدس. يا أخي الإخوة الذين ينتسبون زورا للمسيحية أو المسيح، الذين يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تشرح لنا هذه الآية؟ أليست هذه آية من القرآن؟ لماذا لا تخرج في حلقة خاصة وتشرح الآيات في القرآن التي تمدح وتزكي وتطهر وترفع من شأن المسيح وأمه؟ أتحداكم أن تعملوا حلقة واحدة عن 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 تكريم المسيح في القرآن. إذا كنت أنت باحث وتدعي أنك تبحث عن الحقيقة، أخرج هذه الآيات، لا تذهب إلى روايات في الطبري وفي ابن كثير، روايات مزورة ومفترات على النبي وتأتي بها وتقول هذا هو النبي وهذا هو القرآن. لا، القرآن هنا واضح، يمدح ويزكي ويثبت معجزات لنبيكم أنتم لم تتحدثوا عنها في كتابكم المحرف. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. في المهد وكهلا، أين هذه المعجزة في الكتاب المقدس؟ النبي عيسى عندما نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب، وهو طفل عمره يوم يقول إني عبد الله. طبعا هذه حذفت لأنها لا تتناسب مع قولهم المسيح ابن الله، وبالتالي اختفت هذه المعجزة، ولكن القرآن أثبتها معجزة للمسيح عندما تكلم في المهد. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. أعطوني نبيا في القرآن كان يخرج الموتى ويحيي الموتى إلا المسيح عليه السلام. طيب لو كان يا أخي بالمنطق، رجاء استخدموا عقولكم، لو أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو من ألف القرآن وافترى على الله كذبا كما تقولون، لماذا ينسب معجزة إحياء الموتى للمسيح وأنتم تدعون أنه يكره المسيحيين؟ لماذا لم ينسبها لنفسه أو ينسبها لنبي آخر؟ طب هل الذي يتحدث عن معجزات نبي يكره هذا النبي أم يحب هذا النبي؟ ثم إنكم تقولون إن هذه الآية، هذه أن النبي كان في مكة، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان في مكة، يعني خطابه لأهل الكتاب كان رقيقا، انتقل إلى المدينة أصبح عنيفا معهم، ما هذا الكلام الفارغ؟ هذه الآية مدنية في سورة المائدة، الآية 110 في سورة المائدة، سورة المائدة نزلت بالمدينة والنبي كان قويا عندما نزلت هذه السورة، وهو يمدح المسيح ومدحه بسورة مريم في مكة، ولم يتغير الخطاب الإلهي. طبعا هذا كلام الله، ولكن نحن نخاطبهم ونقول لهم حتى لو اعتبرنا هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام فيجب أن تقولوا له شكرا أقل شيء يعني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. يعني انظروا هذه الآية كم فيها مدح وتطهير، وأن الله كف أذى بني إسرائيل، بينما أنتم تقولون وضعوه على الصليب هكذا، كلام غير منطقي ولا يليق بنبي كريم. إذن نتابع أيها الأحبة الآية 25، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم، وهكذا يعني تتوالى الآيات أيها الأحبة. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يمترون يعني يشكون يشككون ويجادلون، يعني المجادلة يعني العقيمة يعني. إذن وجعلنا ابن مريم وأمه آية، القرآن يعتبر أن المسيح وأمه آية، معجزة من معجزات الله. طيب الآن هنا أيها الأحبة هذه هي الآيات، طبعا آخر آية ومريم ابنة عمران، إذن عدد الآيات 42 كما رأينا، كله كلام فصيح، كلام بليغ، كلام رائع جدا. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني الله عز وجل نفخ في جسد عيسى من روحه، وهذا قمة التكريم، تكريم عظيم لهذا النبي. لذلك أرجو أن تقرأوا هذه الآيات أيها الأحبة. فهذه الآيات التي قرأناها الآن أيها الأحبة وهي 42 آية، قلنا إن عدد السور 14 مضاعفات السبعة، عدد الكلمات 1211 مضاعفات السبعة، عدد الحروف 4375 مضاعفات السبعة حسب الرسم الأول طبعا. طيب الآن أنا أريد أن أرى هنا اسم المسيح، المسيح كم ألف في هذه الآيات، وكم لام، وكم ميم، وكم سين، وياء، وحاء. أريد أن أعرف حروف اسم المسيح، يعني عندما أكتب ألف هنا، عفوا دعوني أحدد الآيات، حددتها. إذن أيها الأحبة لو قمنا بعد حروف الألف في هذه الآيات 42 نجد 713 ألف و467 لام و371 ميم
و108 سين و445 ياء و66 حاء في هذه، وهي حروف المسيح، مجموعها 2170 من مضاعفات العدد 7. طبعا البرنامج أوتوماتيكيا يقوم بتحليل العدد إلى مركباته أو أعداده أو عوامله الأولية. يعني هذا العدد 2170 هو عدد حروف المسيح في هذه الآيات، يساوي 31 في 7 في 5 في 2، إذا مضاعفات العدد 7. طب هل تبقى هذه القاعدة صحيحة مع ذكر اسم عيسى؟ دعونا نرى. سنكتب هنا عيسى، حرف العين كم مرة تكرر؟ 115، وهذا يمكن أن نجده هنا أيها الأحبة في هذه القائمة. ومن لا يصدق يمكن أن يعد الأحرف، المصحف بين أيدينا ويمكن أن نعد كم حرف عين في هذه 42 آية التي ذكرت أسماء المسيح وعيسى ومريم. العين 115، والياء 445، والسين 108، والياء الأخيرة، لأن الألف المقصورة لا يوجد في القرآن ألف مقصورة، هذا حسب الإملاء الحديث. أما القرآن عندما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتألف من 28 حرفا ألف بائيا، لا يوجد ألف مقصورة ولا همزة ولا واو فوقها همزة ولا يعني كل هذه الأحرف من الألف إلى الياء. يعني عيسى يتألف من عين وياء والسين وياء. اسم عيسى انظروا أيها الأحبة كم مرة، كم يعني حروف عيسى في هذه الآيات كم مجموعها؟ هذه لو جمعنا العين والياء والسين والياء نجد 1113 يساوي 53 في 7 في 3، إذن هو من مضاعفات العدد 7. طيب ماذا عن اسم مريم؟ يعني لاحظوا أيها الأحبة، يعني الصدفة لا يمكن أن تتكرر. نحن بحثنا عن تكرار حروف المسيح في هذه الآيات وجدنا مضاعفات 7، تكرار حروف عيسى من مضاعفات 7. دعونا نكتب مريم، الميم 371 والراء 185، هنا يجمع طبعا، يجمع البرنامج مباشرة، والياء 445 والميم الأخيرة 371، أصبح المجموع تكرار حروف مريم في هذه الآيات 1372 يساوي 7 في 7 في 7 في 2 في 2. لاحظتم؟ لماذا 3 مرات ختمت هذه النتائج بالرقم 7 3 مرات؟ ليقول لك الله هذه النتيجة مقصودة، أن الله هو الذي وضعها ليست بالمصادفة. لذلك لو ذهبنا إلى البرنامج هنا أيها الأحبة نجد أن حروف المسيح مضاعفات 7 في النص، طبعا في 42 آية، حروف عيسى مضاعفات 7، حروف مريم مضاعفات 7 3 مرات، 7 في 7 في 7. طبعا دعوني ألخص هذه المعجزة الرائعة القائمة على الرقم 7، والرقم 7 له إعجاز كبير جدا في القرآن أيها الأحبة، إعجازه عظيم جدا. السماوات 7، الأراضين 7، طبقات الجلد 7، الطواف 7 أشواط، الألوان 7، أيام الأسبوع 7، أشياء كثيرة تقوم، كل ذرة في الكون لها 7 طبقات إلى آخره. فكأن العدد 7 يعني له أساس في النظام الكوني وله أساس في النظام القرآني، نظام الحروف والكلمات القرآني. فالله شاء أن يجعل عدد مرات ذكر المسيح 11 وعيسى 25 ومريم 34 مجموعها 70، والعدد 70 له أهمية في القرآن وفي السنة النبوية أيضا، أحاديث كثيرة تتحدث عن الرقم 70. إذن أول حقيقة أن تكرار هذه الأسماء، مجموع تكرارها في القرآن مضاعفات 7. طيب
عدد الآيات التي ذكرت فيها هذه الأسماء مضاعفات 742، عدد السور مضاعفات 714 سورة، عدد كلمات هذه الآيات التي ذكرت فيها هذه الأسماء الثلاثة مضاعفات 7، وعدد حروفها مضاعفات 7. ضمن هذه الآيات 42 حروف المسيح، لو عددنا حروف المسيح الألف واللام والميم والسين والياء والحاء وجمعناها في هذه الآيات التي ذكرت اسم المسيح وعيسى ومريم نجده مضاعفات 7. حروف عيسى في هذا النص مضاعفات 7، وحروف مريم مضاعفات 7 ثلاث مرات، 7 × 7 × 7. طيب ما هي دلالات ذلك أيها الأحبة؟ ما هي دلالات ذلك؟ الله يريد أن يقول لك انتبه، هذه معجزة للمسيح في القرآن، نراها بأعيننا، نكتشفها اليوم لأول مرة. حتى إنني عندما كنت أتأمل قصة المسيح والآيات التي تؤكد أن هناك إله واحد، قلت سأبحث عن كلمة واحد حسب الرسم الأول أو الرسم العثماني في هذه الآيات 42، وجدته مضاعفات 7، وحروف كن فيكون مضاعفات 7، وحروف روح القدس مضاعفات 7. لأن الله أول آية تحدث فيها عن، يعني دعونا نعود للآيات، أول آية قال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فعبارة روح القدس في هذه الآيات 42 مضاعفات 7. وهناك أيضا آية تقول لا تقولوا ثلاثة إنما هو إله واحد، تأكيد على أهمية الإله الواحد. فعندما بحثنا عن كلمة واحد، دعونا نبحث هنا، نكتب واحد، طبعا كلمة واحد في القرآن تكتب من دون ألف، واحد، انظروا أيها الأحبة مضاعفات 7، هذه كلمة واحد هنا مضاعفات الرقم 7، وكلمة روح القدس، روح القدس أيضا مضاعفات 7. يعني لو قمنا بعد حرف الراء هنا، حرف الواو، حرف الحاء وهكذا، نجدهم مجموع مضاعفات 7. والكلمة الأخيرة كن فيكون، كن فيكون أيضا مضاعفات 7، انظروا أيها الأحبة، كن فيكون، هذه العبارة استخدمت مرات عديدة في قصة سيدنا، مع ذكر سيدنا عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثلا في سورة مريم إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهكذا. طيب بالله عليكم، يعني أنا أود أن أتساءل الآن، طب هل هذه مصادفات؟ ثم هذا منتهى التعقيد أيها الأحبة. أنت يمكن أن تؤلف نصا تتحكم بعدد الكلمات، عدد الحروف نوعا ما، يعني تضيف كلمات زائدة، حروف لا معنى لها، لا تخدم القضية، ولكن يمكن أن تركب أعداد. أما البشر لا يستطيعون التحكم بحروف محددة داخل آيات أو نصوص، أن يتحد يعني أن 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 يحدد إنه كن فيكون يجب أن تكون مضاعفات 7، وهنا حرف الكاف مكرر، حرف الياء مرة واحدة فقط، النون مرتين، الفاء مرة والواو مرة. يعني هذا من أعقد أنواع الإعجاز الرقمي في القرآن العظيم. لذلك أيها الأحبة، أنا أقول لكل إنسان مشكك، أرجو قبل أن تهاجم هذا القرآن، اقرأ عن إعجاز القرآن، اقرأ يا أخي الآيات التي أنزلها الله في القرآن. هل لديك مشكلة مع آية محددة؟ مثلا معظم النصارى، معظم، طبعا لا أقول معظمهم، معظم الذين يظهرون على الإنترنت ويهاجمون، لأن المسيحي الحقيقي لا يهاجم أحدا ولا يسيء لأحد. المسيحي الحقيقي أيها الأحبة يتخلق بأخلاق المسيح عليه السلام، لا يسب ولا يشتم ولا يسيء لأحد ولا يؤذي أحدا، ويفكر بشكل عقلي ومنطقي. هذا هو المسيحي الحقيقي الذي يتبع السيد المسيح عليه السلام. أما هؤلاء
لا علاقة لهم لا بالأديان ولا بالمنطق ولا بالعلم. القرآن العظيم أيها الأحبة ليس فيه ولا آية تسبب لي أنا مثلا مشكلة. أنا اليوم في القرن 21، أعطوني آية واحدة تسبب لي أنا مشكلة. أمر يأمرني الله بأمر فيه خطأ علمي، فيه مشكلة بالنسبة لي. يعني أمرني بالصلاة، بالزكاة. الزكاة شيء جيد ويطيل العمر ويؤدي للسعادة. دراسات علمية تحدثنا عنها، منها ما نشر على موقع جامعة هارفارد، الذين ينفقون المال ويتصدقون ويعطون أكثر سعادة من الذي يأخذ المال. دراسات مؤكدة ومثبتة أيها الأحبة. إذن أنت تأتيني برواية موجودة في كتاب ما وكتب التاريخ، نسبة كبيرة من المعلومات الواردة في هذه الكتب أخذت من الإسرائيليات وافتريت على الإسلام، كتبت من قبل أعداء الإسلام وأدخلت إلى هذه الكتب. طبعا الإمام الطبري بريء من التزوير الموجود في كتابه، ولكن الإمام الطبري في القرن الثالث الهجري ونحن الآن في القرن الرابع عشر، يعني عند 11 قرن، 1100 سنة أو أكثر، أكثر من 1100 سنة، لابد أن هذا الكتاب الطبري وغيره طبعا خضع لتحريف كبير وأدخلت فيه أشياء ليست منه. لذلك تأتوني بأشياء مزورة ثم تقولون هذا هو الإسلام. لا، أعطوني أشياء من القرآن، أعطوني آية من القرآن. الآن أنا إذا طبقتها أكون تعيسا. يعني عندما يأمرني الله بالصبر هذا شيء جيد، يأمرني بالعلم أول كلمة نزلت اقرأ، يأمرني بالعقل أفلا يعقلون، يأمرني بالتفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يأمرني بالتسامح فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يأمرني أن أقول الكلام الحسن لا أن أؤذي الناس، وقولوا للناس حسنا. هذا هو القرآن الذي تهاجمونه. لذلك أيها الأحبة أنا والله عندما أقرأ مثل هذه المعجزة أرى فيها أبلغ رد على من يسيء للنبي وللقرآن العظيم، وأن الله كفى النبي المستهزئين بهذه المعجزات. إنا كفيناك المستهزئين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بهذا العلم من يحب ويشاء من عباده الضالين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.